من هنا كانت البداية، حفل أعلن عن انطلاق البطولة الخليجية لكرة الهدف للمكفوفين، لتكون الصالة الرئيسية بمجمع بوشهر الرياضي ساحة للتنافس بين المنتخبات الخليجية على مدار 3 أيام وصولا إلى اليوم الختامي. المباراة النهائية للأمانة اللي جمعت بين السعودية وبين قطر كانت جدا مثيرة. الأمانة التوقعات كانت تصب لمصلحة قطر بناء على نتائجها السابقة، لكن الأمانة فاجأنا المنتخب السعودي بأدائه. التسهيلات من اللجنة المنظمة سهلت شغل الإعلامية بشكل كبير، أتوقع أنه التغطية كانت واجد ممتازة من مختلف قنوات التواصل الاجتماعي وكذلك القنوات التلفزيونية اللي ناقلة. الحمد لله حققنا البطولة، شعورنا ما يوصف اليوم بالمنافسة الشريفة وبالأداء الرائع اللي أدوه كل المشاركين. البطولة فعلا كانت عالمية، مع أنها بطولة يعني ودية على الورق، لكن فعلا شفنا تنافس على أعلى طراز. شكرا لجمعية المكفوفين في عمان، شكرا للجنة البارالمبية العمانية فعلا اللي جمعت الرياضيين الخليجيين المكفوفين هنا. فريق سلطنة عمان لعب مباراة تحديد المركزين 3 و4 لينجح في تجاوز شقيقه البحريني بنتيجة 11 هدفا مقابل 3 أهداف، محققا المركز 3 في البطولة. أما المباراة النهائية فقد جمعت الفريق القطري بشقيقه السعودي، وتمكنت السعودية من تسجيل 9 أهداف فيما سجلت قطر 4 أهداف لتتوج السعودية بلقب البطولة، بينما احتلت قطر مركز الوصافة. مباراة طبعا النهائي دايما بيبقى صعب، انك بتحافظ ان انت تحافظ على مستوى اللعب وتحافظ على هدوء الجماهير وتحافظ انك تقدم مستوى كويس للجمهور وللعيبة، بس الحمد لله انها خلصت على خير وكله مرضي. يعني استمتعت جدا بالطاقم الفني وان اشتغل في هذه البطولة، كانت بطولة جميلة الصراحة، اول مرة اشتغل فيها، وان شاء الله عمان دايما تستقبل نفس هذه البطولات. تحكيم جدا دقيق جدا حلو، يحتاج له صبر بس واجد حلو استانسنا فيه، إن شاء الله نكمل في هذا المشوار دائما. البطولة الخليجية لكرة الهدف للمكفوفين شهدت جانبا تنظيميا على أعلى مستوى، كما اتضحت اللمسات الفنية للمدربين على مستوى الفرق المشاركة، فكان الختام أشبه بالانطلاقة، معلنا استمرار البطولات في قادم الأيام، لا سيما وأن سلطنة عمان سوف تستضيف بطولة غرب آسيا لكرة الهدف للمكفوفين القادمة. بطولة تحدي الأندية والجمعيات الخليجية لكرة الهدف للمكفوفين وصلت إلى يومها الختامي بتتويج المنتخب السعودي بطلا للبطولة، في حين احتل المنتخب القطري المركز الثاني وجاء المنتخب العماني في المركز الثالث. من الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشهر، عبد الله بن صالح الريسي، مسقط.